مرحبا ترحيبتا ساقاها خشم الريال مرحبا ترحيبتا ساقاها خشم الريال شرطها المشروط ما يستلمها غامدي والله اني محقر الطيبين من الرجال خبرة الميدان والعزم الى المبتدي خبرة الميدان والعزم الى المبتدي والله اني محقر منتبه وتل العهد فيك يوم ان تجودي عليهم 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 فيك يوم ان تجودي والرصاصة في حزامي وناديتك تعال الملك فاروق خلف اثنين من العيال واحد يقدر على القوم والثاني هادي طيب 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 والملك فاروق خلف اثنين من العيال الصراحة ناوي يذبح وعلو الله غزال هذا خير رايا والقصير في يدي لا تكلم في ملوك بقوم اضرب مثال وانت شاعر مر غاوي ومر مهتدي لا تصدق من يقولون عشر المال مال الشجاعة ما توافق مع الوجه الندي الشجاعة ما توافق مع الوجه الندي لا تصدق من يقول عشر المال مال أما أنا بذبح لي بعير ما فيه احتمال يا ساتر يا ساتر واجعلني يا صدق تل وجه الله فدي واجعلني يا صدق تل وجه الله فدي واما لا بد بحجمال ما فيه احتمال واجعلني يا صدق تل وجه الله فدي اتحدى في الشعر وتحدى في القتال لو تليم كل غامد ما فترت جهدي لو تليم كل غامد ما فترت جهدي
جيتنا مرة ومن بعدها جاك الهبال تعطي الميثاق واليوم الآخر تعتدي انت اللي راح والحلف باقي لا يزال كلنا ضد المعادين وافهم مقصديك انت يا مرهب على حلم ضرب من الخيال الهروج تغلط الفعل يا عين رقدي التفت يم الثبايتي وعيد الاتصال عندنا الليلة وبكرة صبح وين تغادي عنده تحترك من هالجبال يا بعارين المراغة مع الظهر اركدي ان سمعت الشور مالك على شيل الثقال والثبيت ما يسرك لي قمت وحدي سيدي وانت
خلصوا في سر الأبيات طال الليل طال. لا مشيت من الغرابة لحقتك في صداي، لا مشيت